صباح الخير. تعطل النصاب مرة جديدة والفراغ سيد القصر الآتي. انتخابات 2014، مسرحية عرائس دوما، أبطالها فريق عم بيتحرك بأنامل المحاور الإقليمية. الأمر بالتعطيل وأسقاط البلد بالفراغ صدر ونظرية الرئيس التوافقي سيناريو ملعوب بإتقان لإفراغ الاستحقاق من مضمونه. حجبت الورقة البيضاء وانرسمت لوحة سوداء بدأت من 7 أيار ولم تنتهي فصولها بعد. صباح الخير من جديد. من عشرات السنين وما في شيء تغير، بيروح رئيس وبيجي رئيس، بتتألف حكومة، بتتغير أسامي وزراء، وبينكتب بيان وزاري مليء بالوعود، وبيبقى الحال على ما هو عليه، ولبنان بعده غارق بالعتمة والعطش. أزمة المي سنة عن سنة، ومشاريع السدود المليانة أحلام بكل أسف ما بدلت الواقع. ومع التغييرات المناخية وشح الأمطار، انقطاع المياه ببيروت وجبل لبنان بلش بكير وحتى قبل الصيفية. كاميرا أخبار الصباح جالت بفرن الشباك وعين الرمانة ورجعت بها التقرير لمي فرحات. بط عندي نشاب ورطلع الصيفية. شو بدي أقول لك؟ أنا أقول لك عم تعملوا أحسن مشان المي. لا بدك تسوي في جارة هون بتكون متضايقة بالمي. هون بتضل صارخة بدنا مي ومي. سألي دق علي قولي لها سألي. قالوا لنا بضل طالعه صرختك من الماء. وعطلك، ليش عم تقولي هيك مهضومه؟ كثير عم تنقطب، اكثر شيء بتموز وقب، يعني بالمره بنعيش ولا ايلول اخر ايلول. وهلا كثير عم نحس بقطع، رجعت مثل ما كانت، عرفنا في ازمه، عرفنا. وقت ما شطت قلنا اكيد مش عم نلاقي الماء. يا مارق الطواحين والمي مقطوعه، خايف للدور الطواحين والحلوه و13. كان من المفترض انه يكون عام السدود بامتياز حسب وعود وزير الطاقة السابق وزير جبران باسيل، الا انه ودعنا 2013 وودعنا الوزير واستقبلنا 2014 بجفاف على كافة المستويات. مثل ما قال الوزير انه ما نقتصر بالمي، ما نتحمم الا بالجمعتين مرة، نشرب مي، نشتري قنينة مي مثل ما كل هالعالم عم تشتري، وهيك بدنا نقضيها كل الصيفية. هلا هي الشتاء كانت أزمة، يعني السنة بالشتاء وما كان في مي، ما كانت عم تجي، يعني أكيد الصيف بده يكون صعب كثير علينا. والله رح نعبي من هون للقناية لحتى إي والله. أكيد لسه 3 أشهر 4 أشهر الصيف، هذول منين بدنا نجيبوا مي إذا هلا ما عم بيأمنوها؟ كارثة. البنايات كلها عم تشتكي بالمي. الله يقطعهم، مبدئياً الله يقطعهم إجمالاً، يعني إسرائيل مهتمة بوضع المي تاعتنا للجرة اللي عندها، ودولتنا ما مش مهتمة بوضع الجرة للمواطن. يعني وعيار المي 296 صار قد ايه كان؟ 236. كثير موسخة، بتجي ايام حمرا حمرا حمرا. يعني اكثر شيء عم زق من هيدي كثير للتواليت وشطف هون، يعني انا مرة موسوسة بدي اشتغل اطنانة. هيدي نبعة من البناية هون مش عارفين مستغلينه، فدايرين عاملين قنية ورايحة بالمجرور. على نبع المي يا عيني قلت اللي عطشان، سيني شوي يا صبي من مية لبنان، من ايدي شربت الشم لما شفتها ما بتكفي، صيتك من قلبي وعيني على نبع المي. بشارع مطر وبويس فلا يتساءل سكان الحي عن سبب انقطاع المي، فالجواب أمام عيونهم وعلى أرصفة طرقاتهم. أحلى ما تصورونا لنا، صوروا الأسطر فوق مفخوش ومش عم يصلحوا، ما بعيش في ضغط تطلع على البيوت وتطلع على الدنيا ولا بلفوا الأسطر شوية شامبريال ترجع تاني نهار ترجع بتطوف المي هون، ونحن البنيات مقطوعين من المي. مثل ما انك شايف نحن مية بيروت صار لها شي شهرين المي عم تنزل بالطريق. لا ما بيجي يصلحوها، ما عم يصلحوا، كذبوا نفاق، والعالم عم تصرخ بدها مي، مضبوط او لا؟ اهتراق
شبكات المياه، أعطال طارئة، شح بسبب تناقص الأمطار. كل عام تجدد مؤسسة مياه بيروت تعداد الأسباب، إلا أنه أصبحت الكارثة سنوية تتكرر وتتواصل، والصهاريج بأسعار المتقلبة وحدة سيدة الساحة. لكن ما بدنا ندفع 6,000 8,000 8,000، شو نحن مليونيرية؟ وهيدا وضع مش يعني مستحيل يكون هيك، يعني عيب. حسب على الواتي ب 10,000 ل 1,000 لتر، وعلى العيلة 15,000. أنا بالخامس 20 25 حسب. وأنا حلق ستات وشغلي على المي، مش مبين ديكوري مرات اشتري قنينة صحة وغسل. مقفلين الخزان ومقفلين السطح، مين ما كان بيطلع على السطح بياخذوا بعض. أنا أكتر واحد معطر بالمي، جبت 3 سترنات مي، بس جبتهم صار تجي المي. اليوم ما ليك الحنفيات كلهم فاضيين، وهذا الزلمة ليك جاي ياخد نمرة المي طبعنا مشان نعبيله. يلا جاي ياخد كارت المي، ما فيش مي. نحن عنا وعنا بحر بس ما في شيء. انه حسب على البرميل. انا ادمي قدي ابو داني انت على البرميل 15 حرام. شفت ايديك ابو داني؟ منيح ادمي ما بغسل تيب، عم حطه بالمصبغة. والله وحياة الله. ولأنه اللبناني سيد الحلول، فإلى الجبل سر حيث المياه والهواء النقي. رايحة أجيب ماي. ليش؟ لأنه مية بيروت مش طيبة. أنا رايحة صيف مش هون. بكفيفين. هلا عم بقول لهم ماما جمعوا لي هلا ناخذن على الجبل معنا. صرت واحد الغسيل والحرمات والأشياء. والله بطلع على الجبل شو بدنا نعمل؟ بلكي الله بهونا، يمكن عنا فوق بشوف في ماي اكثر. مش بدي اطلع صيف برضه بنزين بشهر 5,000 نمرة. يا قلبي إلنا شهرين والحب مجافينا، الاحسن كل ما شفنا تمين ويا مين يسلينا. يوم 6 ايار يوم ما بيشبه غيره، هو نهار تحيه لكل صحافي شهيد سقط دفاعا عن الكلمه الحره. هو كل صحافي أبى يخفي صوته ليبقى سلاحه الوحيد الكلمة والحقيقة. اليوم بذكرى شهداء الصحافة تحية إلى كل الإعلاميين اللي سقطوا من أجل الكلمة والصوت والصورة. ولهالغاية نظمت المنسقية المركزية لتيار المستقبل عشاء تكريمي بأوتيل مونرو، جمعت خلاله الصحفيين والإعلاميين من كافة وسائل الإعلام المكتوب المرئي والمسموعة. تقرير. خافت كلمتهم الحرة الأنظمة الدكتاتورية والمجرمين والحاقدين، فكان اغتيالهم وسيلة للتخلص من أقلامهم الحرة. فلم يبخل الصحفيون على لبنان بدمائهم، حملوا أقلامهم وناضلوا بمسيرة طويلة من الدفاع عن الرأي والموقف الحر. وبدعوة من منسقية الإعلام المركزية بتيار المستقبل، تم إحياء يوم 6 أيار ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية ضمن عشاء أقيم بأوتيل مونرو. هذا التكريم هذا قليل عليهم، لانه هن اذا بدك لواء حاملين لواء الحريه، ونحن بنتمنى انه ما يصير شيء ابدا على اعلاميين في لبنان، ودائما يكونوا السباقين في اعطاء الخبر الصحيح. لبنان من اوائل الدول العربيه والمنطقه اللي هناك مجموعه شهداء سقطوا في الاعلام، ما فينا بهالنهار الا ما نتشكرهم على هالمجهود اللي عم يقوموا فيه، ولذلك نحن اليوم موجودين بهالمناسبه هون. كما ان الحريه هي عنصر مكون واساس في هذا التكوين اللبناني في هذا الوطن، الصحافة بالتأكيد هي عنصر أساسي في هذا الكيان اللبناني. مش مسموح أنه تكون حرية التعبير أنه بتعبر مثل ما أنا بدي، أما أن أنت ممنوع تعبر. لا، حرية التعبير والرأي متاحة للكل، كل واحد بيقول رأيه، واحد بيقول رأيه ضمن القانون، كل واحد بيقول رأيه ضمن الأخلاق، كل واحد بيقول رأيه ضمن المنطق. وقدرنا نبقى مناضلين، نبقى جريئين، خاصة لما نشوف قدامنا قديش في ناس من شهداء ثورة الأرز دفعوا هذا الثمن. يعني بالعين مروان حمادي اللي هو أساسه صحافي، جبران تويني شهيد،
شهيدة دايما حية هي ميشة دياء منتذكرها بكل لحظة، سمير قصير وجورج حاوي كمان اللي جزء منه كمان كاتب وسائر. تحية لكل الشهداء، وإن شاء الله وإن شاء الله بنوصل لمرحلة ما بعود حدا يستشهد، ما بعود حدا يدفع ثمن رأيه. برعاية أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، تم اللقاء بين العديد من الوجوه السياسية والإعلامية لأكدت على دور الصحافة في الوصول إلى الحقيقة والمتاعب المهنية اللي بيتعرض لها صحفيو لبنان، خصوصا الاعتداء على هذه المهنة ووقوع ضحايا في صفوف الصحفيين بعد اشتداد الحرب السورية. عم نجي نأكد بجامعتنا هاي أنه نحن إيد واحدة، إيد واحدة للتحديات المقبلة، إيد واحدة لبناء لبنان الجديد، ايد واحدة لتعزيز الاعلام الحر صحيح مش الاعلام الحر المزيف. اول قرار اخذوه السوريين بعد بالدخول الى لبنان، اول قرار هو باحراق الصحف، احراق ما بين الصحف. فهالقد الرقابة وهالقد العداء للصحافة متمكن من عقل النظام السوري. وبعتقد بلبنان اختيار 6 ايار كمان مش بالصدفة، لانه كان عيد الشهداء، وبالتالي اصبح رمز لكل شهداء لبنان، شهداء الصحافة، وهن رمز لكل عطاء على الصعيد السياسي المتقدم. كل التحية لارواح الشهداء وكل التقدير للشهداء الأحياء، علينا أن لا ننسى أيضا شهداء الأحياء، ودائما الحرية هي الرابحة وهي الفائزة. بس ولكن أنا بهذه المناسبة بالذات بدي حي الصحافة المسؤولة، بدي حي الصحافة الملتزمة، بدي حي الصحافة اللي عم تفتش عن عن الأسس اللي مفروض هيك تكون هي مظهرة أكثر من غيرها لنبني مستقبل حلو، مستقبل مش لهالبلد بهالبلد. نحن منشد على إيدكم، وهيدي مناسبة كتير مهمة وكريمة للبنان وللصحفيين، ونتمنى للبنان الازدهار والرقي والتطور والانفتاح. حلقتنا بتكفي. مثل ما بنعرف انه الكلاب بتتدرب اجمالا على الحراسة، على كشف المخدرات او حتى على الرأس، بس الجديد تدريب الكلاب على السفر. خلينا نشوف كيف. السفر ممكن يكون مربك للبعض، وإذا كان السفر مربك للإنسان، كيف حتكون مغامرة الطيران للكلاب؟ وكانت الفكرة الذهبية تدريب الكلاب على السفر. بالستوديو بهوليوود أصحاب الكلاب اصطحبوا كلاب وبدأ المشوار، جوازات وتفتيش، جمارك وبوابات، وصولا للطائرة. طبعا هالطائرة مش حقيقية، هي لزوم التمثيل. على متن الطائرة المسافرين وكلاب بيخضعوا لعوامل طبيعية عديدة، مطبات هوائية قوية وخفيفة، إضاءات مختلفة، يعني الكلب بيعيش مغامرة الطيران من الأول للآخر. خافت ونظرت لصاحبها للاستفسار، وما على صاحب الكلب إلا التربيت على ظهره ليقول له ما تخاف أنا معك.
كلمة اليوم شو؟ شيء كثير مهضومة. مهضومة؟ كلمة اليوم من بعد بريك وبنرجع. أنا منيح كثير. منيح هذا، بعدين ما بقى في أبو شهاب، كله أبو بدر. كان قالوا أبو يحيى كيفك حبيبي؟ إيه شعب تعمير تعال عندي بضات، يلا بدنا نجيب أغراض. ما في هذا اللي... أيوه مع بضات. شو مع بضات؟ إيه طيب يلا ناطرتك، أنا بدنا نجيب أغراض. عرفتي شو هذا هو؟ الأغراض بدها تجيب أغراض، بدها تشتري أكل شرب، ما بقى في بالأول مثل الأول. روح نشم الهواء. مكياج بتيجي عند أم محمد، هاني هي القصة كلها بتدينة، بتنطر على هلا بدها مني مصاري، مثلا بدها مني 20,000، أخذها لعيد ميلاد الأم، أخذت لها زريعة، بعد هلا ما طلعت لها حقي. قال شو؟ إيه أكيد. لكن كمان عندك شيء لازم تلبس وتظبط حالها، لكن وإلا بتضرب عيني لبرا. أنا بزوغة وين؟ لا ما في أربعة بدك تعدلوا. شو أربعة هيك بدكم تعدلوا؟ مثل ما بدك تجيب لها بدك تجيب لها هذا. ما في بالحق. طبعا في احلى من الاحمر. هذا ابنها لام محمد، كما واحد بيشتري من عندها ما بيدفعوا له، بتبعت اولادها بيضربوا قتله. قال شو يعني؟ هذا المهم. طب انت لك من قدر عيد الامه دفعت؟ والله ترى هلا كما بمرق من هان. شو ابو يحيى قبضت؟ تعطيني مصاري. امبارح اعطيت 20,000، اليوم عم بتقول لي اليوم ولا ببعث لك اولادي؟ قلت لها على يضربوني بفوتوني على المستشفى بيحكموني. ما في شيء. منيحة هيدا؟ لا طبعا. شو بدنا نعمل؟ والحمد لله مستورة، الحمد لله انا محبوب لهالمنطقة. ليك هيدا اكيد معلوم. هلا ما حد ساب على الكاميرا على هذا، مش هلا حكسرك الاراجيل كلهم. روح ابو بدر. هذا ابو بدر، هذا بيسترجي. ايه ابو بدر، هذا ابو بدر، وهذا ابو بدر، هذا ابو بدر يسترجي يحكي مع مرته ولا بتقبره. السيارة هذا اللي بيمثل بالحارة. هذا مرته بتشتغل بالنوبري. عارف شو يسترجي يحكي بطفلته هون، بيهوش على هذا وبيهوش على هذا. عرفت شو؟ هيدا القصة. وهيدا يسترجي يقول له اعطيني مصاري، بتقول له روح ولاد هرب برا، سيارة ما بتعطيه، اعطته موسيق راح بيعه. تسترجي يحكي بتقبره. ما في. انا ابو شهاب. وحياة عينك ابو شهاب. هذا ابو بدر، امه هذا جوزة لام محمد. حاكمين كله هان. صحيح هان في رجال بمنطقة الجديدة، بس كله أبو بدر، ما في إلا غير أنا أبو شهاب. أنا أبو شهاب وحياة عيني. هذا أبو بدر، وهداك أبو بدر. معلوم أبو شهاب. بتطلع لا والله يلا شيء أمره. طلع أبو بدر. هلا بيرد على مرته على شيء وشيء، ما بيرد على مرته. طلع إجل الجليات، أنا رايحة مشوار وبدي إجي أقبرك إذا ما كنت مخلص البيت. هيدا أبو بدر. بيعمل ما بيعمل الأكلات؟ قولي لي لا. الحمد لله شفته ابو بدر. ابو شهاب اكيد. كلمه اليوم انا ابو شهاب خلاص. يعطيك العافيه.